ممكن أسأل في صوت الجمعة ولا إيه؟ أن يتسفوا العبد ويتولدوا في نفسه. ترجع لموت العربية فين يا جماعة؟ حسبه يا جدعان. النهارده فقدت صديق عمري يوسف شريف. ده انا اعرفه منذ زمن بعيد، منذ ان كنا في الجامعه وكده. رجل مهذب جدا، واعي جدا، مدرك جدا، مثقف جدا. اعتقد انه من افضل نقاد السينما المصريه اللي مش موجودين دلوقتي، واحنا بفقدنا مش هنقدر نعوض اي حاجه ثانيه. تاريخه عظيم وبيتكلم عن نفسه. كل اللي ظهروا 40 سنه الاخيره، أستاذ يوسف له دور كبير في وجودهم، سواء كانوا نقاد، كانوا فنانين، كانت مهرجانات مهمة هو اللي بيعملها، كل شيء جميل له علاقة بالسينما في حياتنا، أستاذ يوسف كان هو وراه. قاموس السينما العالمية، المرجع لينا في السينما العالمية كان يوسف شريف رضي الله من الستينات لغاية النهاردة. جمال، استاذ جمال.